صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، أدام الله عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. سيدي أعزكم الله ونصركم. موسى العريف رئيس جمعية هيبو فاميلي، اليوم احنا في الحفل الختامي ديال الدورة العاشرة لمهرجان الدولي للموسيقى الشباب اللي تتنظمه جمعية هيبو فاميلي. هذا المهرجان اللي اليوم تيحيي اليوم الدولي للشباب، وكيف ما تتشوفوا جاونا شباب من مختلف الدول، جاونا شباب من فرنسا، جاونا شباب من باقي دول المغرب، جاتنا الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، جاونا الفنانين من قدماء التراث. حاولنا أننا نديروا واحد الطبق فني مختلف تجمع فهمتيني الثقافة المغربية الأصيلة وكذلك الثقافة الحضارية. اليوم المهرجان تيطفي الشمعة العاشرة ديالو في انتظار أنه في النسخة القادمة ديال 2024 نزيدوا نكبروا هذا المهرجان. باش ما ندوزش المهرجان عرف مشاركه ديال 100 شاب في لي ماستر كلاس، هاد 100 شاب اللي جاوا من مدن عديده، اللي نقدر نقول لك جاوا من تيزنيت، من وجده، جاوا من طنجه، من المدن كثيره، باش يدوزوا 3 ايام ديال التكوين اللي خولت لهم انهم يستافدوا من واحد الشهاده اللي قدمتها لهم منظمه اليونسكو ومنظمه الامم المتحده لدعم السكان، وهاد الشهاده اللي تقدر تنفعهم في المسار الفني ديالهم. وهذا هو الهدف ديال جمعية هيبو فاميلي، هي أنها تخلق هاد الفرص للشباب اللي ينتظروها بفارغ الصبر. هيبو فاميلي تتبقى من الجمعيات الرائدة في مدينة الرباط في تنظيم المهرجانات والملتقيات، وتنشكر الداعمين، تنشكر قناة الدار على هاد الالتفاتة من الندوة الصحفية لهاد الثلاث أيام ديال المهرجان. شكرا لكم، شكرا للجمهور الكريم. الاسم ديالي سلمى غزال، العمر 18 سنة، جاي من مدينة سيدي قاسم. اليوم احنا متواجدين في الرباط وبالضبط في الفيستيفال اللي هو كيشجع الشباب وكيشجعهم باش انهم يعطيو اكثر واكثر. واليوم انا شاركت ضمن هاد لي رابور وهاد هاد لي طالونتو، وكنت عندي الحظ باش انني ناخذ تروفي، وكانت صراحه واحد الامسيه رائعه بزاف، وجيتي تري تري كونتونت. اي جو فو دير ميرسي على
اللي نظموا هذا الشيء هذا. وبغيت نقول شكرا للناس اللي كيعطيونا فرصه اننا نزيدوا بالموهبه ديالنا القدام واننا نبينوها باننا نبصموا على اننا مغاربه، وحنا فخورين اننا مغاربه وكنوصلوا البصمه ديالنا. ميرسي. السلام عليكم، معكم فهد AKA نويزي من الرباط. صراحة كانت تجربة زوينة بزاف، استفدنا منها بزاف الحوايج مع ناس وأوطور اللي في المستوى تبارك الله، وتمكنت الحمد لله باش نفوز بهذه النسخة هذه من هيب هوب فاميلي أوبن مايك، وتبارك الله على الدراري. وما كرهناش صراحة فرص أكثر اللي تيكونوا بمثابة دي زوبورتينيتي للدراري والشباب سيغتو اللي عندهم مواهب ومحتاجين فرص بحال هذه. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.